أقام لوياك حفل تسليم شهادات نجوم لوياك بحضور عدد من وزراء الحكومة وشخصيات إعلامية وسياسية وثقافية. وقد تحدث في الحفل وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف عن أهمية الدور الذي يقوم به شباب لوياك في تنمية وصقل مواهب الشباب. كما تحدث وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح عن دعم وزارته للأنشطة الشبابية. وخلال الحفل جرى تكريم الإعلامي تركي الدخيل بعد مشاركته في ورشة عمل حملت اسمه، كما جرى تكريم عدد من شباب لوياك. لوياك يقومون بعمل كبير جدا يعني، واحنا نحيي لوياك ونحيي جميع القائمين على هذه المنظمة اللي بدأت اليوم تأخذ أبعاد كبيرة عند أبنائنا الطلبة، خصوصا في شغل أوقات فراقهم، وهذا عامل مهم جدا. لوياك استطاعت أن تسلط الضوء على كثير من المواهب وكثير من الإبداعات لدى أبنائنا الطلبة والطالبات أيضا، وبالتالي اليوم هم يحتفلون بتكريم عدد من هؤلاء الأبناء الذين استطاعوا أن يحققون كثير من الإنجازات على المستوى الشخصي. الشباب اليوم بحاجة إلى مثل هذه الأنشطة، مثل هذه البرامج، تبرز إبداعاتهم وتبرز قدراتهم أيضا، وبالتالي نحن نحيي هؤلاء الشباب وأيضا نقدم لهم كل الدعم إن شاء الله، ونتطلع إلى أن تكون هذه الإنجازات مستمرة، وأن نشوف أبنائنا الطلبة والطالبات يستطيعون أن يحققون ذاتهم من خلال مثل هذه البرامج التي تصقل شخصيتهم البناءة في خدمة أنفسهم وفي خدمة مجتمعهم. تجربة ممتازة، نأمل إن شاء الله أن يكون لنا فرصة في أن يعني نعطر خلال استراتيجية أو رؤية وزارة الشباب الجديدة ربط مع الجمعيات التطوعية والجهات الغير ربحية في عمل يحقق إن شاء الله استراتيجية الكبرى لرعاية ودعم الشباب وتشجيعهم. هذا اللي أتمناه. فعالية للاحتفاء بهم اليوم، الفعالية لنقول للجميع بأننا فخورون بشبابنا، وأن لوياك تكبر بإنجازاتكم في الواقع، تكبر بكل عمل تقومون به. سعيد جدا الحقيقة على مدى الأيام الأربعة القليلة الماضية بما رأيته في الكويت إجمالا، وخصوصا بما رأيته في الدورة من أصدقائي وصديقاتي الذين حضروا، وكنا نستفيد من بعضنا البعض على مدى الأيام الأربعة.